كيبل تي في صدح سياسي كلام محمود حاشي عبدي محمد آدم قبية ترئي محمد دنبيل أيام ما أنت ورباهين تقولها الله مجال ده هرجيسة وحنا إذا ما وتشيدين هو جامين تا مدحوين موسى بيحي عبدي سدوا كلنا وحي دليلين أو أي شيئين إن أو أفتو بها شروينه حسب كل مية دوان دعي أي نكوه رأي نقود بدأ وتشيدين سياسي محمود حاشي عبدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي باب مهد له مرلبات كا وايدي مهد نقضيا بحد الصحافة ده خوري أيانو قهد لي أراك تدا آن كاقبي شلوينيها أفراد حسبيك كل مية ورلقا باحي سماله وحبكا نغن ماي مالر رقوة نولي باهوري لويري سيدي أن سادالين أي أود عشر كاسي ما هي قف حاسدة أو كحو ماذا اللي بتحل دور ككالي هدي أن بقادين لها وحشاشي إسعالي مسار كي مدحوين موسى بيح عبدي أو أهم الشرع دراء سيدا درتيد متى غيريو شرع دراء لف شبع أو إيموغتا arintani waa dhacdo ugub ku ah xisbiga kulmiye hadii madaxweyne muuse biixi uu arko doorashadiisa gudoomiyaha xisbiga kulmiye loo doortay guul xisbiga kulmiye uu soo haygatay waan ka aragti duwanahay waxaan aaminsanahay inay tahay guul darro xisbiga kulmiye guulgal u yahay maanta waxaan aaminsanahay inay tahay عذر يا عواقب حمو حسبك كل ميل لك وستي مدحوين موسى حق بولاي هاي حق أمرها إنه مركا يسوس هو شرحه شكله قدوم يا حسبك كل ميل هسي الشيء حق بولاي هاي إنه يسوس هو شرحه مرة بعد شكله مدحوين إنما ده إيه وهذا هيو حق بولاي هاي دوتسي ماي وحانو حق ولا هينا كميد نغن مايو كو او تشاميا اي تشارك كتورا شكادا مدحوينو شكادا قدوميا نمدا اي مدحوينو تشوبكا كو قاتي وحي كردقان تهي مرتدي سومالي دو اولان شرتي هل بوليه نريك حلالا مرشو وحي سومالي دو كوماه مهدا يوكالي لوكتي تشينيكا دافتا وي تشبتا وحن لا يا هاي مدحوينها هما قمص كحضارة يهوجن كهريرة هاجا كبحيا همودين دب هو دارنتيت قول وضعينته قرب ياعة يجع عن قاد كسلان تبضني حلبيق ومعها إن تايهو جام يقول يستي سيدا درتيد هل كودي جدا يه سهل قو قاد يو ييكم مرين حبابين وكهدي والنسيب دروين هدي مدحوين موسى أو مرجعي يوم مستنبات كي نقول لها حسبك كل مية خلافات كي سأردن كأضياء أما حلية هدو ما أنت نقضي حلك خلاف كوكب اللابمو كون دماغ حلكني واهيلنك أي كوخة تلمان كليغو تلياشا يهو جامياش أنجرات كقرآن الهين أو ساقو تبدأ يتحورير كرسيه قبل يقول كده محمد إبراهيم هدراوي ورسمه محمد إبراهيم ورسمه هدراوي أكو شيء قرما قات ياشيو قرب دار نك يلقو بقرة جيد سر وابي قرما قات ياشي يدك عبير الروح قراني مركو داو عجيس جنبني ما الله صابحين هدي قول الله جوا أبو مركو داوي عجاي استبه هدي لاجر قررته يو إسقى عنان لجو قد بيا قارن فلان عيا قبل إياه هدي صعب الله لان لجو جوجل حارو كليجي إنه جيس يه مال تقول دي وأنا ركا صاحب كي مدحوين موسى وحن لا يهي وأنا ركا إنا تشطي
وانا اركا ان تنك تاغيسو وحاد ستشتي تلحن وحاد تشتي اناد عدنا وطولين وحنا كتاغين وحاد تشتي اناد عدنا تلوي دين عدنا وتناسلين وحاد تشتي اناد هلي كالجي تليان نغطو ننشوغانا انترين بتكتاغينا انتبين talada aad xubin markay ku urto cidna haayirsan ee adkayso baan leeyahay bal yiri islaan iyo inankeedii baa awr hayna bay lahaayeen xilli jiilala soo food saareeyay dabadeedna waxay yiraahdee isku heshiyeen inay awrka qashaan oo jiilalka kaga baxaan islaanti waxay ku adkaysatay inanku wuxuu dhin awrka aan qallo xilbahaana aan dubanno qarna aan shiilanno qubooyin aan ku gurro waxay tiri maya awrka waynu qalaynaa meelo waa fadhiisayna karbaashna waa saari marba in baynu goosanaynaa ee wuu inaga qurmayaa buu ku yidhi waxa tii war wax qurima maayo iska dah karbaash bay saartay waa la qalay jeenigii horeeyaa la cunay laba habeen markuu uu yaalay ayuu qurmay dadna wuu oray waa islaana waxay tiri warhooya maxaa oraya wuxuu ku yidhi dee taladaadii xumayd baa waraysa marka maalintay taladaada xumi ku urto muusow cidna hayeersan ee adkayso baan ku leeyahay walaalkay maxamed iid baa si fiican u sheegay madaxweyne muuse wuxuu halkaa ku soo gaadhay hoggaamiyenimadii iyo hayinimadii axmed siilaanyo tiraba waxaan xasuustaa laba jeer oo madaxweyne muuse miiska la soo dhigay in xisbiga laga saaro oo haldoor kale soo dhigay axmed siinaayo ahaa nin ballaadhan oo dadka isku wadaa xisbigoo ka koobnaa kooxo kala duwan oo midba jeeb jeebo badan leh oo midba qaybba meel ku haya ayaa ku hagoogtay haddii madaxweyne muuse dulqaadkii lagu soo doojay doqonnimo u yaqaano waxaan ka bartay macallinkaygii isagiyo aniga waxaan ka bartay in sabirka iyo dulqaadku yihiin sahayda siyaasiga suuban wuxuu ina baray nebigeennii suubanaa nabadgelyayee naxariisi korkiisa ha ahaatee in degenaanshaha iyo dulqaadku yihiin duun wanaagsan iyo dabeecado alla jecel yahay ninkii reer ajash cabdilqays wuxuu ku yidhi nebigu inna fiika khaslatayni yuxibuhum allaahu alxilmu waalanaa'a waxaad leedahay laba calaamo oo ilaahay jecel yahay oo ah dulqaad iyo degenaansho dadka reer kulmiye madaxweyne muuse wuxuu gar ugu lahaa inay kursiga saaraan hase yeeshe gar uguma lahaa inay kursiga ku hayaan hoggaamintiina ku guuleeyaan reer kulmiye xilkoodii way guteen cidda maanta laga warwarsan yahay xilgudashadiisa iyo xiladiisu waa madaxweynihii waxaa warwar weyn laga qabaa inuu guulaysan karo inuu geediga qaranka ee uu gadhwadeenka ka yahay ku furi karo gaadhsiin karo badqab inuu siyaasaddiisa ka badbaadin karo goblan iyo geeri siyaasadeed waxaan leeyahay saaxiibkay madaxweyne waxaad tahay nin weyn oo aan gu iyo garasho u dhinnayn waxaad tahay dhowr iyo toddobaatan jir nebigeennu nabadgelyaya naxariisi korkiisa ahaatee wuxuu yidhi inna acmaara ummatii maa bayna sitiina wa sabciina wa aqalluhum man yajuusu dalika ummaddayda cimri dherarkeedu marka la ysku celceliyo waa lixdan ilaa toddobaatan inta u dhexeeya in yar baa halkaa dhaafisa buu yidhi
دوري التدوات دوري ستيت دوري سقاشم بقول واحد كوشرته اللي جلدي أنتي فركوتيرس كهيد إيه كجود بتي أما كجود دوري التدوات والعمر جود ده في أيات كميتها ما أنت واحد هاي على عين عسر شوكته عمر كودي ماني عقل كودي ماني نمتشرو منصب كوه هرينا من شروع أعد هكسان يسام مدحوينه قران كاته وحد ما أنت قران وإذا قران ما يو قورت هاد قران دونتو أما قاري دونتو وعن لاي هاي موسى وهل كاني وهل كانت شنده كجيلي لهايد هداد نغطو إمام عادلة ومدي سإلهي درتي سيدا عدي مدى وقوها قيقا سيدوك هلي واتكون نار مدن كتا هذا الأمانة الضيعة هي مسؤولية هذا هيسو وحاضو سانسانك تهي مركان ايغي حاجيكي طعب كبادان قلي بريقي هوري دياردونان ايشرين مراكيب تل راع ايشري اي حاجيكي اي لغو يلي لا فسوق ولا جدال في الحاج حاجكا دنبي لما قلو وحنا الله ما حانتو عيدنا لما الريحو يكابر الحاجكو حاجيو آدي سلو هدين لغو جيرانا دول قادو حاجيكو وانا لالن باكوين لنا عادي مباجة حاجيو وحوها مركورة بيسكبان وعربضان دبادنا او على مده هلو وداغا صاحيب كي دبادنا مركي لعدادي اي لأونيف قبتوبي ايو دول قادن كرواي وعلو وربي واي رقين اقعيلي كل دبين حاجيناي وعن لايهاي موسو إناد قاري يا إناد ديبو قولي سنمو قيدي أرنتو يأي كان نقون مد الحلات كوواد إسكا عدا عدايسو عدا دوتين إسكا عيلي كادان بي أي العادي نقون دوتا أرنتو يأي كان نقون مدح وينا مانتا أديقو أود داه أوتشوغا آخر العمري وان نسيب دروين إن إن لغو قدتهمو إناد كفو قانتهي أدون أرورسي يردو البوض موسو صاحب عمري تغي عيب لغو مسوغو تيو هدي درين كادت كاغا إساقب بحي داعليا درف أو رويهي ألا كعبسو أو أطوبت كين أو تبت توسن قات أو صوبين بيواي بيواي صوبين هدي ويا يهاي وركاسي ميت بينا يورا وحبك كثيرنا سوين بالوتهمي سوين ستون صار أو مدل يمهوي إسكو أثر أو إسكو عدي ماذا حوينا وحلا لقادون إياه إن هذا فكرته سيدي أي أفكر ترين هجام ياشي قوليستي إف يا آخره وعلى عمر بن الخطاب اللهم إني أعوذ بك من مال فيه شبهة يستمتع ورثتي من بعدي وأحاسب وأنا في قبري إله وحن كان بغن قلي مال عن حلال هين oo igu soo bayra oo dhaxal sugayaashaydu inta iga dhaxlaan ku raaxaystaan anigana la igu xisaabiyo la igu ciqaabo maxaa ka run badan ereyadii ku jiray maansadii gurmad ee abwaan maxamed haashi la macgaariye hadaan guga ku kordhaa gabow mooyo ku tarin garaad iyo waaya arag ilin wax ma dhaantigeed أنا أقول لك 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 أمد بقضى الدرين كي هجامياشي دات كودك
كلاد باشي سبول نمدا يسفك دوني ذا صدحات وحن تسالة وصوه قادن كرنا نكي لعورن چيري لكوان يو وهقاميه كسامة تبحيي دادك رير سنغابور سبول نمدا يسلع سنغابور وحالاقو تلماما It is one of the 10 richest countries in the world despite the small size and lack of resources. Waxa lagu tilmaamaa 10ka dal ee dunida ugu qanisan ilaa maanta ka mid tahay. Iyadoo aad dal aad u yar oo saacad la isaga baxo. Haba yaraatay wax khayraad dabiici ah aanay lahayn. Soomaalidu waxay tahay lax waliba shilalkay isdhigtaa lagu qalaa. Hoggaamiyaha halka gaarsiiyay oo u fakaray waxaan uga socdaa ninkaasi wuxuu yiri there were two options for me either I get corrupted and put my family in the list of the richest people in the world and leave my people with nothing or I serve my country and my people and let my country be in the best 10 economies in the world I chose the second option. Wuxuu yiri laba arimood baa hor yimi inaan kala doorto noloshaydi. Inaan qoyskayga qani ka dhigo oo ku daro tijaarta dunida oo dalka dhaco. Iyo in qoyskaygu baahdo laakiin aan qarankayga la dabaasho oo ka dhigo 10ka dal ee ugu dhaqaalaha badan. Waxaan doortay tii labaad buu yiri. Taariikhda xusaysa maanta inuu Likwan Yu qarankiisa safkii dunida saddexaad iyo saboolnimada iyo kala dabaashay waa waddanka sagaalada ee dunida ugu qanisan GDP per capita waxa muwaadin waliba marka dhaqaalahooda loo qaybiyo wuxuu helaa $66,000 sanadkii taasoo quramaha waxa isna aan tusaale u soo qaadan karnaa Cumar bin Cabdicasiis oo ahaa hoggaamiyaha ummadda muslimka oo ka mid ah dawladdii Umayyinta oo dhaqaalihii kor u qaaday 2 sano iyo badbu dunida muslimka xukumay wuxuu gaadhsiiyay meel aad u weyn wuxuu ilowsiiyay nabaradii 20-ka sano xukumay ee Kooriya awooyaashii wuxuu yiri hablo badan buu lahaa 13 gabdhood buu lahaa oo maxasa waqtigu uu geeridiisu soo dhawaato arkay ayaa dad badan ku war hablaha wax siiyo maalka baytul maalka muslimiinta ka sii wuxuu yiri inni khuyirtu bayna amray imma an tastaqnu wa udkhila nar wa imma an taftaqiru wa udkhila aljanna waxa lay kala dooransiyay laba arimood buu hablihiisu ku yiri inaan adduunka muslimiinta idin gooyo jeex weyn oo naar ku galo iyo inaan faqri aad halkiina caydhiina ahaataan iyo saboolkiina oo aan janno galo idina badhaadha waxaan doortay buu yiri ana ay noqotaan anaa jana galo idina liibantaan kaas kuwaas waa dareenkii hoggaamiyashii qamaamurta iyo qorweynta dunida siyaasadeeda qaabeeyay waxay qaamuusyadooda ku qoraan in qofku wax walba qaban karo hadan qadarka alle ka hor iman wuxuu dhina bilyoon ninkii loo oran jiray impossible is a word to be found in the dictionary of fools waxaasi suuragal ma aha waa hal ku dhig laga helo nacasyada iyo dogmaha qaamuskooda hal ku dhigii xisbiga kulmiye ee ahaa horaa loo soconaya iyo berri maanta ka fiican waxa isweydiin leh ma noqotay himiladaasi mid hirgashay riyadaasi ma noqotay mid rumowday way sahlan tahay inaad hal ku dhigyo loo dhagtaago aad meelo ku dhigto hase yeeshee ma sahlana inaad hal ku dhigyadaas aad dhaqan geliso oo dhab ka dhigto waxaan leeyahay maxaynu maanta ka iibin karaa ummaddii aynu codka ka amaahanay ee qarqarada ina haysta ee ina qaanabaya maxaynu isku furan karaa haddaynu nahay reer kulmiye ama ku faani karaa inaynu ku guulaysanay 3 sano ee baddu xawaasha ahayd ee aynu ka badqabnay Baraytanka iyo
بوق السياسة ده ما أنت بلاب مية محاك فلي برنامج كي حزب كل مية أحد أنتي سواهي بري ما أنت كفي عن وحن لي والله حساب تمية وحالينا الدبوة ده والدبرين أبوجي أينو إنكو قرنة برشدة وبندقني إنك شقين ما يسمد مدو مرن يمدي متو كتاك حالينا قدونا يا فاكتس آن فيكريس إنو نفقارا كينو وحولي بلالي وحان مرخاتي لها إنه راجع سن دوتكو ماها عامو إنده الله عسين كرو وحوكا قال حقيقة دوك إسلام مركانا حساب تمية محاكا الروم بادن تدعي ذي كتشري هاستي محمد إبراهيم ورسمي هدراوي إدالالو دوتكو ماها كي هي دولي الكبين تا دوبك لوغو حران شري دوتكو ماها كي هي ميلاد داري هادي يقور ميلاد داري هادي يقور دو دوبك لوغو شري مدحوين دوتكو والاين الحساب تميا وحو حكومة يا ماها أذيقا حكومة دادنا ماها هقانك حزبيك كل ميانا ماها وحو حكومة يا شعبك كمورية دي سومالي لان وحو يلي محمد حاشي لا معقارية من سديسي كتشرتي قرمد حلق واقور وحسار قيقا لقول ديلي يا شعبك كي هاي قرصور وحاقول شيغان كراعدة يوكرتاني يوكو صدح ذي سنة يودن بيي مدحيلات كي لبادي حسبك كل مية صدح ذي سنة يودن بيي مدحيلات كي لبادي حسبك كل مية وام وأه مدحيلات كي كوادي مدحوين موسى بيحي ميسانية دي قرنكو حوق بيو كرداي وحا سببو أها كو عشورة لكردي وأي كم ذيهين شرابه جديدك قلب كان اسمها وحكلوا له كرني لعقته ذاتك السود جي وحلوه عشورة دولار كأوشن كونها با مرقلة لبكل كرني لابد يكون يستديو طبانكي أو كديكان بقول كي بعفرتني لكرني مدد تضبط سنة حكومة دي أحمد سيرانيو كون يشم بقول أو شيلين بسرف كلكرني وصدح كون يشم بقول بها مركا مرنا كون بالكرني مرنا شم بقول هل مر بالبا كل كرني أو بقول كي بعفرت سامين بدن بي كل هذا هاي عشورة مركا بقول كي بعفرت بكرني تاسي وحي سور تجلسي إلى يدخل جينينا كروقاتو أنا سبب بردي كون سامينو ميزانية دي لبادا كون يتضبية طبانكا أو أهيد حل تريليان شام بقول إيا سدح إيا كنتم بليان إيا ميزانية دي المانتا لبادا كون يلاباتنكا أو لبا تريليان إيا لحيا أفرتم بليان وحاول لحايا أو أي كوراني أفر بقول إيا سدح إيا سقاشن بليان أو أولغما تدباتن مليان إيا برد دولار كمرايكنكا هذا هو حيث ويدين لي هدي دخلجي انت او كرني بقول كي وافر يلا باتن محال قبطي اولا تابن كرا كو مشاهر كي شقالها وحبل لما كرنين حزبك كل مية مركو تلاذة دانك كوكو ليستي مدحلات كي سي كواد سنة كي كواد وحو كرني مشاهر كي شقالها يعيد ماذا بقول كي بقول isla sanadkii afraad bilowgiisii waa kamaanta muusa ku jiray 300 buu kordhiyay mar labaad wuxuu kordhiyay miisaaniyadii xisbiyada laban laab wuxuu kordhiyay miisaaniyadii golayaasha qaranka oo lacag aad u yar qaadan jirtay say damiirkooda u cabiri karaan shaqada qaranka u banbaxaan afar jeer in ka badan baa la kordhiyay oo nin waliba labadii kun iyo koob iyo tobankii laba kun oo dollar uu haadira waxa la kordhiyay shaqaalaha meelaha halbowlaha jooga gunooyinkoodii shaqaalaha wasaaradda maaliyadda wasaaradda duulista madaxda joogay dekedaha anigu wasiirka duulistaan ahaa shaqaalahan xukumeeyay labadii kun iyo koob iyo tobankii gunadii iyo mushaharkan u sameeyay maanta
oo sagaal sano laga jooga qaata faraqa isbeddelay iyo nolosha iyo sicir barka iyo value-gi lacag nolosha oo kor u kacay $500 buu qaadan jiray wiilka iyo ilanta security-ga maalintii wareysan qor kuwa hay'adaha madax banaan iyo xafiisyada ajnabiga ka shaqeeya $350 bay qaadan jiray waxaan uga socdaa taa marka taasina waxa kale oo iyaduna jirta haddii aan shaqaalihii waxba u kordhin ballaqaadka xisbiga kulmiyana ay ku jirtay waxa uu kor u qaadi doonaa heerka nololeed ee hawlwadeennada dowladda si loo xakameeyo musuqmaasuqa waxaa kaloo ku jiray inuu kordhin doono mushaharka macalimiinta dalka waxaa ku jiray ballanqaadadaynu ummadda u ballanqaadnay inaynu macalimiinta u kordhin doono gunno 520 oo mushaharkoodu dheer wax alla wax laga fuliyaa arrimaha ma jiraan qodobka labaad lacagta baaxadda leh ee qaranka miisaaniyaddiisa ahayda soo gashay lagama dareemin suuqyada iyo bulshada dhexdeeda dakhligu dalka dhaqaalaha dalku wuxuu ka yimaadaa 4 meelood xawaaladaha dibadda oo dadka xoogsatadeenu soo diraan dakhliga dowladda xoolaha nool iyo deeqaha caalamiga 4 dakhli bayna soo gala marka dowladdu waa contributor weyn oo waxay ka mid tahay dakhliyadeedu waxyaalaha qaranka saameeya ee marna la sii daayo marna la yareeyo siyaasadaha lagu maamulaa waxaa kordhay ilaahay mahadii wax abaarina inama helin muddadii 3 sano barwaaqaynu ku jiray waxaa huwaala haddaba in baahidii iyo busaaraddii sii kordhay waxaa hubaala in ganacsatadii ganacsiyadii yaryaraa oo dhammi kaceen in badani waxaa beenoobay ballanqaadkii xisbiga kulmiye aynu ummadda u ballanqaadnay ee ahaa inaynu si mugle heerka saboolnimada hoos ugu dhigno mustaqbalka dhow waxaa beenoobay ballanqaadkii ahaa waxa uu kulmiye kor u qaadi doonaa dakhliga danyarta isagoo oo fursad siin doona inay yeeshaan awood dhaqaale oo ay ku samaysan karaan ganacsiyo yaryar iyo kuwa heerkoodu dhexdhexaadka yihiin waxaa maanta bulshada Soomaaliland ka markacaysaa in saboolnimadii sii korodhay baahidii busaaraddiina sii badatay taa waxaan uga socdaa dakhligaasi bulshadiina waa isweydiinaysaa lacagtaa baanna wax inooma yaallaa waa tan laleeya doorashadiiba wax lagu qabto lama hayo wax muuqda oo mashaariicdii budhigga ummadda u ahaana aynu fulinayna ma jiro madaxweynuhu isagoo shirkii xisbiga ka hadlayay wuxuu intaasoo 500 mashruuc baanu fulinay mashaariicdaasi bulshada Soomaaliland aragtideeda maahataydee ma arkaan wax weynoo la qabtay yidi diilay yuhuun waxqabad may arag aan isdul taagaba waxqabadku mashaariicda horumarintu waa asal iyo farac mashaariicdii horumarineed ee budhigga u ahaa ummadda waxaynu u ballanqaaday lama fulin waxaa ka mid a kow kaabayaasha dhaqaale jidadkaa ka mid a waxa aynu ballanqaadnay inaynu xoog saari doono dhammaystirka 6 waddo oo socday xukuumaddii hore ee kulmiye ay ka tagtay waa waddada ceergaaba burco waa socotaa taa waxbaa laga wadaa dafiri maayo waddada dhammaystirka waddada baligubad leh hargeysa waddada burco ood weyne waddada salaxley hargeysa waddada dawgacad waddada allay baday arabsiyo 5 waddo wax ka dhaqaaqay ma jiro gacan dowladdu ka geysatayna maanta ma jirto beenaal markhaatigiisuu fogeeya adduun dowladdu ku biirisay dadkii waday ma jiro waxaana budhigu ahaa gacanta dowladda haddii 5 waddo ee horena aynaan dhammayn gugii 4 oo maanta sanadkii 4 inoo bilaabmay isla dhinaca kale 6 waddo aynu ballanqaadnay inaynu bilaabayno dhisaynana aynaan bilaabin mid qura waddada burco boorame low yacadda waa kow berbera raarida buulka
برعور عفران وذا مجو قرلوجد بلديك صدح أري عدا يحضر إيو بربرة وشاله وطلع قرا وبربرة وشاله تولدي هرهجيس كاس حيحضي أيار دور يتوان كيلومتر ما أنت لقى دسا يا قريب تي دم به إيه هيد إيه هرجيسا محوها جبلي تحسنا ودوي هنا لما تعبان قرامو دي ديارات هانو نمادن وحا حسب مدحليات كي كواد وحا اي نكو قولي سنين اي نلابادي مداري عالمي قهار اسنو وابربرة يهر قيسا وحا اي نوما دو بلان قادن اي نلس اي نمادار كبرعو مددا شنتقويا اي مدار كمقالة بورمي او اسف بلان لام يلقا ديقايو مدار كعرقابا يلاس عانودنا dayactir fiican iyo arkaawo wanaagsan iyo silig lagu sameeyay labadaana midna laba taaban labada garoon khibrad baan u leeyahay garoonada muddo ka shaqeynay lacagta madaxweynaheenu ku dhisayo madax uu doonayo inuu ku dhiso madaxtooyada qaranka ee cusub lacagta uu ku dhisay labada garoon bay dhisi kartaa 17 ilaa 20 milyan uu doonayo inuu halka ku dhiso waxay inoo dhisi kartaa labada garoon هدي الشلعي ملحوين السيلانيو إيانو قوة طبعاً وزير كيسي هكالين إيانو لسنين لبادن قرون ملحوين موسى إنو صدح ياسانو لسو مدار كبرعي هاي مدار كبرعو إنت مانتا تالي لسان إيا إنتا ديمان وحاير إنتا ديمان قرون للاوري قيبوها أول لقاتي وحو لبعي مقعليا هاقو غني وانو سوعليني dad badan oo ehelay asxaabaan isku seegnay aniga silig baan ku wareejinay deyrna waan ku wareejinay deyrka ugu dheer Soomaaliland baa ku yaala maanta wuxuu baahanyay sibid la saaro akaayo waxay ka saartay inuu air strip yahayba dib aan ugu soo celin xayndaab iyo xad baan u sameeynaa maanta wuxuu baahanyay 15 milyan baa lagu qiimeeyay dhulkiisa maanta 10 milyan buu baahanyay ka booramana waa ka yaryahay waayo uu karan way gaabanyahay لن عد كذا عنو إماطو لحد كذا بين أمضى وبلن قادنين إنه شن تاسنا ليس دورنا سيلة لغهية بلحار حيس ميد يو لاسقرة لحد عد كذا دكدي ميد أصلي أفتح مشروع إلا بعد كتشرتي وأنو حل جاك تغني سقوق قبيا يهض الله قلب قادنية شن تي كلب وقبيو waxa lagu dhisi karaa waa dekada yar yar ma hadkada waa weyn waxaan ogaan anuu ka ahay daraasad lagu sameeyay dekada xiis oo madaxweynaha loo akhriyo muuse aanu keenay nimankii cadaanka soo sameeyay waxa ay 10 milyan bay ku kacay marka hadii de sanad laba la dhiso oo wax la kari karayo 10 ka milyan waxa kale oo kamid ah dhismaha cusbitaalo cusub waxaa inuu ballan qaadnay inuu shan cusbitaalo cusub santaas sano dhisno sanadkii waa mid baa yahay inuu dhisno gobolada iyo degmooyinka adeegooda caafimaad hooseeyaan waxaa inuu ballan qaadnay inuu cusbitaalka guud ee Hargeysa ka dhigna cusbitaal qaran oo takhasusaad koodan leh oo dhakhaatiirta meexii looga caal waayo halka la keeno waxaa inuu ballan qaadnay inuu sheybaad casri ah u sameeyno maanta qeyl dhaantiisa in oxygen laan loogu dhimanayo iyo xaaladiisa way noqday sheebad casri ah maale guriga miyuuse ka madaxweynuhu dhisayo uu dadaal waa ku mahadsan yahay inuu wax dhisayaba waa qiime lixda dabaqa waxa ka fiicnaa in cusbitaalka Hargeysa lix dabaq laga sameeyo dul loo saaro shan 1955 paradise marba dhinacayn oo qaliyad kaga kordhinayni wali dulumaynaan saarin waxilligi dul loo saarin haa buu taagan yahay waxaan ku soo ururinayaa doorashada xisbiga kulmiye wuxuu ballan qaaday way aragnimadiisii hore isagoo ka faa'iideynaya in qarankani doorasho madax
iskabixiya dhaqaalaha doorashada waxaanu buuga ku ballan qaaday 2% sanad walba inaan meel u dhigno doorashada saddexdii sanadood ee la soo dhaafay hadii 2% la dhigo 112 bilyan bay noqon lahayd 112 bilyan oo u dhigma 15 million taqriiban madada xumeyn dawladdu labadii 2018kii 3.7 bilyan 788 milyan baa lagu daray labadii 2019kii 4.7 bilyan 288 milyan baa lagu daray labadii 2020kii waxa lagu daray 4.7 bilyan 104 doorashada ma dhicin waa 3 sano 102 bilyan ayaa miisaaniyadda lagu daray 3 sano oo u dhiganta 14 milyan 0.5 hal milyan iyo 400 baa inaga dhiman ku talagalka 2% ka kaale waxa maanta soo baxay rumors ah inuu madaxweynuhu leeyahay lacag ma hayo wax 3 milyan oo haasila iyo milyoon la filayo waa 4 baa la sheegay iyo wax meel laga soo wareejinayo su'aashu waxa weeye lacagtan miisaaniyadaha ku jirtaa xagee martay ummada waxaynu u ballan qaadnay haddaynu kulmiyanahay in doorashada dambe aanay dib u dhacayno inuu ka hortageyno sabab kasta noqotay oo buugeena ku qoran commitment baynu ummada la galay maantana sanadkii 3-4 baa bilaabmay madaxweyne waxa tahay madaxweynihii ugu horeeyay 4 sano doorasho qaban kari waayay hebel baadidi hebel baasi jeestay ka shaqeynayso qarankaada oday u ah waxaan maqlayaa in la leeyahay ganacsata qaadaan laga ururinayo war ganacsatada qaadaanka siyaasadda lagama ururiyo waxaa laga ururiyaa ganacsatada qaadaanka bini'aadanimada waxa weeye innaga isugu filan 2016kii iyo 2017kii labadii doorasho markaanu kala qaadnay international community waxay ilaahay idinka caawinayna doorashada 16 milyan baanu bixinay xukuumadda bayaaqo joogtaanu ahayn xukuumad abaara ku dhaceen baanu ahayn labadii sano oo looga luufluufkii oo luufluufkii iyo waxaynu ku jiray 16,000 ganacsatana qaadan kamaanu gurin dawladu hadday doonaan waxbay deemaahdaan waa lama ahda hadii la doono lama dowrsado waxay dadka lama dowrsado waa la dadka deyn baa laga qaataa hadii la doono waanu meel marinay beenaana markhaatigiisu fogeeya maanta madaxweyne waxaa laga rabaa inaad doorashada qabato adduunkeediina bixiso aad iyo aad baad u mahadsantihiin intaasan ku soo ururinay